السلام عليكم متابعي دراما سبورت، اتمنى اذا عجبكم الفيديو ما تنسونا من الاعجاب والتعليق، ولو اشتركتوا بالقناة رح كون ممنون لكم. منتخب سوريا منتخب الواسطات والمحسوبيات، سؤال وتعليقات كتيرة عم شوف عن هالموضوع بالذات، ولكوني قريب من كواليس المنتخب السوري وكمان صار لي اكتر من 20 سنة عم تابع المنتخب وبعرف كل تفاصيله، حابب احكي بصراحة عن هالموضوع بالذات وأحكي عن رأيي الشخصي واللي ممكن ما نتفق كلنا عليه، بس هو مجرد رأيي في الصواب والخطأ. اي نعم، منتخب سوريا كان منتخب واسطات ومحسوبيات، وهالشي كنا عم نشوفه من خلال تشكيلات المنتخب واللاعبين اللي كانوا عم يلعبوا فيه بالرغم من انه كانوا احتياطيين بانديتهم. طبعا هالشي لما ما كان في وسائل التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك واليوتيوب، ولما كنا مجبورين نقرأ كل سبت وثلاثة جريدة الموقف الرياضي والرياضية وجريدة الاتحاد، واللي كانت تكبر وتعظم من شأن بعض اللاعبين وتظلم الكثير من اللاعبين. بالوقت الحالي ما حد يقدر يحجب فيديوهات وأهداف عمر السومة عنا، وما حد يقدر ينكر قيمة لاعب مثل أحمد الصالح واللي بيلعب بالدوري الصيني، وما حد يقدر ما يتابع عمر خربين وتألقه مع الهلال. إدارات المنتخب ما عاد فيها ما تسمع صوت الجمهور السوري واللي طالبوا بفراس الخطيب والسومة، واللي أجبروا إدارة المنتخب على التواصل مع اللاعبين وتسوية أمرهم. كل هالشي بيأكد بأنه المنتخب الحالي ما حد يقدر يلعب فيه ويحط لاعبين عندهم واسطات أو أي شيء من هالقبيل. بلكي القليل منكم يتذكر، بس رح أذكركم باللاعب محمود حبش هداف نادي الفتوة والدوري السوري، وكمان الله يرحمه هيثم كتشو هداف نادي الجهاد والدوري السوري، واللي كان مستواهم أفضل بكتير عن بقية اللاعبين بمركز الهجوم بهديك الفترة، بس لكونه من أندية غير مدعومة إعلاميا وتابع لمحافظات شرقية ما كان حدا يهتم لأمرهم بالمرة. حتى أندية باقي المحافظات كانوا مظلومين من هالناحية، والنادي الوحيد اللي كان يسيطر على المنتخب هو نادي الجيش. أي لاعب من نادي الجيش كان فرصته بالمنتخب تزداد ألف مرة عن بقية الأندية، حتى لو كان مستوى أقل من باقي اللاعبين بالأندية الثانية. بالوقت الحالي عم نشوف لاعبين من دير الزور والقامشلي والحسكة وبقية المحافظات، وهون حابب أشكر الجمهور السوري اللي بتهمه مصلحة المنتخب، واللي عم يذكر القيادة الرياضية دائما وأبدا باللاعبين المظلومين إعلاميا، وعم يجبر القيادة على استدعاء هاللاعبين لخدمة المنتخب، لأنه بالنهاية هذا منتخب الجميع، مو منتخبي أو منتخب محافظة وحدة، هو منتخب كل السوريين. قبل ما أنسى، حابب أشكر موقع اللاعبين السوريين المحترفين، بصراحة عم يشتغلوا من قلب ورب في سبيل إيصال صوت الجمهور السوري لإدارة المنتخب. بتشكر كل شخص تابع الفيديو للنهاية وترقبوا تحليل خاص لمباراة منتخبنا مع منتخب أستراليا.